حزين. معلش تعالي صوتي شوية. ايه هنا
هنبتدي بقى نتكلم في الانواع الجديده اللي يمكن قليل مننا او يعرف عنها، تمام؟ بس عايزين نتفق على حاجه ان الانواع الجايه هم طبعا انواع كتير ممكن بيوصلوا 19 22 كلهم احنا عارفين ان وظيفه الار ان ايه كله المعلمين البروتين، تمام؟ يبقى انا عايز الام ار ان ايه عشان يروح للرايبوزوم يحصل على عمليه الترانسليشن للبروتين، فكلهم مختارين تقريبا عشان يقول لي ام ار ان ايه كويس يقدر يعمل ايه البروتين. بنبدا بالام ار ان ايه اللي هو مول نيوكلير رايت نيوكليك اسيد، وده بنقول موجود في النيوكلي بتاع البروتين اللي هي الكاريوت، ليه بيحصل له ترانسكريبشن الدي ان ايه في النيوكلس بالبنات اللي هي الار ان ايه بروتين والار ان ايه بروتين، ماشي؟ وطبعا ده في الفورشن بروسيس زي عمليه السبلايسنج اللي هي موبايل انترون من البرايمري ترانسكريبت اللي هو ان ار ان ايه بروتين، وده هنتكلم عليه بس كمان بيعمل ريجوليشن للترانسكريبشن تاكل هي تاكل اللي بتاثر على عمليه ايه الترانسكريبشن، وبنقول ان هو بيعمل بروتكشن للتيلومير. حد عارف يعني ايه تيلومير؟ طيب عشان استفاد دلوقتي من اي رابتشر عشان يبقى كرومسوم في التقفيل بنفس الانفورميشن، تمام؟ مش هنتكلم عن عمليه السبلايسنج بس نفتكر على حاجه، عمليه السبلايسنج دي جزء من عمليه الار ان ايه بروسيسنج ككل، ان هو هيديني الام ار ان ايه اللي هيحصل له ترانسليشن عشان يديني البروتين، ترانسليشن عشان يديني البروتين. عملية الار ان ايه بروسيسنج بتتم على ثلاث مراحل، بتعمل البولي اليمينيشن سبلايسنج، تمام؟ لو خلينا كده معايا ادي دي، تمام؟ يبقى عندي دي ان ايه ضغط الدم تحصل له عمليه ايه؟ تمام؟ بيديني مين؟ مش الام ار اللي هنا هيطلع على طول يحصل له ده، بيديني مين؟ اللي بيكون عليه باينري ترانسكريبت اللي هو مين؟ ال اتش ان ار ان اي، تمام؟ البرايمري ترانسكريبت ده اللي بنتكلم عليه بنقول ان هو ايه؟ بعد كده بيتحول الام ار ان اي عمليه الار ان اي بروسيسنج اللي بتحصل في عمليه السبلايسنج اللي احنا بنتكلم عنها، ودي بتتم عن طريق مين؟ لو ده احنا شايفينها بتتم عن طريق السبلايسوم، السبلايسوم دي عباره عن يعني عباره عن اس ان اس ان ار ان اي مع مين؟ مع بروتين، هم تقريبا بيبقوا خمس انواع من البروتين، نيو واحد بيتكون من نيو واحد نيو ستة، وده من المفروض بندخل عليهم ليه؟ عشان هم بيبقى فيهم ديوريتين بيز كتير، تمام؟ تحصل العمليه دي ازاي؟ ده البرايمر ترانسفير، بيبقى عليه مرتين، انتروس وديتروس، انتروس دي المنطقه اللي بتكون اللي هي بتبقى نون كودنج سيكونس، اللي هي لما تطلعها ترانسليشن هتديني نون فانكشنال بروتين، بس مش معنى كده ان مالهاش لا، اللي هي لما تتقدر اكيد ليها دور تاني. اما الايكونز دي بيكون عليها فانكشنال ريزون، اللي هي لما يطلعها ترانسليشن هتديني فانكشنال بروتين هيكون هو تمام؟ يبقى معنى كده ان بتقدر عمليه ان انا بشيل الانترون عن طريق السبلايسوم اللي اتفقنا عليها، بيجي بكل بساطه كده والاس ان ار ان ايه بيقعد مع الانترون، يجي بقى عليه مين؟ البروتين اللي هو الخمسة تايبس اللي اتفقنا عليهم، يبتدي يحصل ايه؟ يتكسر زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. الانترنت بتلف حوالين البروتين والبروتين بيحصل جاينت للبروتين الايكونز مع بعض، فيبقى كده عندي نقل الام ار ان ايه يحصل له ان هو يطلع بره في السايد جرام بيروح للرايبوزوم عشان ايه؟ تحصل عمليه ايه؟ الترانسبريشن، تمام؟ ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو الرمل بتاعنا سبيسيفيك بروتين، تمام؟ وبيبقى في الحاله دي اسمه ان ار ام دي اللي هو ايه؟ سمول نيوكلر رايت نيوكليك اسيد بروتين، تمام؟ وده قلنا بيبقى فيه بروتين. طيب بيكون كمان عندي لارج سايت من ان ار ام دي بيكون عليها سمول نيوكلر ار ام دي، ودي ليها بوتنشال روت بيمين اللي هي تعتبر
كالارض اسمت الارض ويه بايبنز ويه بايبنز كيميكال موديفيكيشن. يعني ايه بايبنز كيميكال موديفيكيشن؟ الرايزوتوما والتي ار ان اي. دلوقتي لما يكون عندي رايزوتوما والار ان اي، الرايزوتوما والتي ار ان اي ان اكتف صوره اكتف، دلوقتي محتاجين مثلا زي انزايم او حاجات عشان يتحولوا لفور اكتف. فبيجي عندي ان او ار ان اي بيعمل تباعد بيهم يفضلهم على ايه؟ ان الاي ار ان اي او الار ار ان اي. تمام. طيب ده كده كان المثال بتاع كده في المايكرو ار ان اي. المايكرو ار ان اي ده بيكون مايكرو تشين 22 ان اي في اللايف فبيبقى في الاسورت ممكن رايزو ليفل اتم في المقارنه بتاعت انواع بتوصل ب 100 واكثر من 100 كده. تمام. بنقول ان هو بيعمل اهم فانكشن للمايكرو ار ان اي دي بيعمل انهبيشن للام ار ان اي. ممكن نشوف كمان شويه فيديو اول ما بيتيح معاه الديزاين بيروح يبقى ادي عندي هو ار ان اي بيبتدي بوحده رايزوم ماشي عليه تعمل له ترانسليشن وتطلع ايه بروتين. تمام. بيجي له ار ان اي يقف عليه هنا. تمام. تيجي عند البروتين ده بقى ايه تكمل ترانسليشن بيعمل ان يبدا الترانسليشن. تمام. البيبي ده يوضح معانا اكتر. ده عباره عن الدي ان اي لما بتبقى تمام طبعاً من الترانسليشن عشان يجيب mRNA. بصوا بقى إذا بيحصل بيأثر الترانس، ده نتكلم عليه كمان شوية، فأثر الترانس RNA. إيه اللي يحصل؟